السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الصحة والجمال. بنرحب بكم في حلقتنا النهاردة معاكم من مشاكل وألام العمود الفقري، التهاب الأعصاب، ألام الأعصاب السفلية للرجلين، للطرفين السفليين، ألام الرقبة والكتفين، التهابات الأعصاب المتناثرة، التهابات الأعصاب الطرفية، ألام الانزلاق الغضروفي، المشاكل الكتيرة جدا بتاعت الأعصاب والحبل الشوكي والعمود الفقري. النهاردة بنرحب بيكم في حلقتنا النهاردة، ونتمنى أن نتواصل مع بعض سويا إن شاء الله رب العالمين، من أجل أن احنا نتكلم في بعض الموضوعات الحيوية والموضوعات الخاصة اللي بتهم ناس كتيرة جدا مننا في مشاكل العمود الفقري. الحقيقة المشاكل بتاعت العمود الفقري هي مشاكل بتبقى صعبة شوية، يعني الناس دايما بتدخل فيها في ديلمة كبيرة جدا ومتاهات، وساعات حاجات تلخبط وتؤدي إلى مشاكل صعبة جدا. العمود الفقري بيبدأ بآلام بسيطة، وفي مراحل معينة من المراحل الأولى من المرض بتبقى القصة قصة بسيطة جدا، وعلاجها بيبقى سهل جدا ويسير ومفيش فيه قضية. لكن احنا لما بنسيب الدنيا والأمور بتتعقد في العمود الفقري، لأن زي ما هنشوف دلوقتي من أسباب إن المشكلة بتكبر في العمود الفقري تركيب العمود الفقري في حد ذاته. يعني العمود الفقري التركيب بتاعه معقد جدا. العمود الفقري ما هوش عظمة واحدة، العمود الفقري عبارة عن وحدات متراكبة ومتراصة فوق بعضها، كل وحدة بتخدم وبتخدم في الوحدة اللي جنبيها، سواء اللي فوقيها أو اللي تحتيها. العمود الفقري من الحاجات اللي هي يعني مطلوب منها دايما حركة، ومطلوب منها قوة وثبات. يعني انت لما تجيب حاجة من أجزاء دايما كثرة الأجزاء، يعني احنا لو عندنا حديدة واحدة ونحاول نتنيها بتبقى صعبة. طب تعالى جيب الحديدة دي واعمل ما بينهم مفصلات وخليها 20 حتة، هتيجي تتنيها تجيب معاك التانية. دايما القوة بتاعتنا تتناسب عكسيا، يعني القوة بتاعت العمود الفقري تتناسب عكسيا مع الحركة. يعني كلما زادت الحركة كلما قلت القوة بتاعت العمود الفقري. عشان كده أضعف لحظات العمود الفقري هو متحرك. يعني مثلا لو واحد وقع وهو معوج على الجنب الشمال، العمود الفقري التنى، الوقعة أو الشيلة أو الخبطة أو الانحناءه الجامدة دي ممكن تسبب إصابة في العمود الفقري، ممكن تسبب كسر في العمود الفقري، ممكن تسبب مشكلة في الغضروف بتاع العمود الفقري. فبالتالي الحركة مع العمود الفقري بتزود ضعفه. عشان كده أضعف جزء في العمود الفقري هي الفقرات المتحركة. ايه هي الفقرات المتحركة؟ واحنا عندنا في فقرات متحركة وفي فقرات ثابتة. الفقرات المتحركة عندنا فقرات العنق والفقرات القطنية بس. طب الفقرات الصدرية؟ لا، الصدرية الحركة بتاعتها محدودة جدا بايه؟ بالقفص الصدري. القفص الصدري مجموعة العظم بتاعت القفص الصدري داخلين في بعض، عاملين زي الشبكة، بعمل زي الخشب المعشق في بعضه كده، ايه يخلي الحركة بتاعتها الفقرات الصدرية كلها تتحرك حتة واحدة. طب ايه اكتر فقره معرضه للاصابه في العمود الفقري؟ الفقره الاولى القطنيه وال12 الصدريه، لان ده التقاء الفقرات الساكنه اللي هم ال12 الصدريين مع الفقره الاولى المتحركه. عشان كده معظم الخبطات والاصابات والوقعات وحوادث الطرق والسيارات تؤدي الى كسر ما بين الفقره الاولى القطنيه مع الفقره ال12 الصدريه، وهو ده نقطه الضعف بتاع العمود الفقري. ايه نقطه الضعف الثانيه؟ احنا اتفقنا المتحرك مع الساكن. المنطقة العجزية اللي هي بتاعته الحوض بتاعنا، هم كانوا خمس فقرات سايبين، اتلحموا في بعض، ربنا لحمهم في بعض عشان يكونوا عظمة الحوض. يبقى اذا خمس فقرات العجزية والعصعصية على بعض كده، مدمجين في بعض، لازقين في بعض. طب ايه الفقرة اللي فوقيهم؟ دي الخمسة القطنية. يبقى الخمسة القطنية دي متحركة، والمجموعة العجزية دي ثابتة. التقاء الثابت والمتحرك يعمل ضعف. خلي بالكم دايما من هذه الجملة. ليه بقى؟ لان دايما معظم الزحزحة الفقارية اللي بتحصل معانا، الانزلاق الفقاري والزحزحة الفقارية، بتبقى جاية فين؟ فقرة الرابعة والخامسة، الخامسة مع العجزية الاولى، الكسر يجي في الفقرة الاولى القطنية وال12 الصدرية وهكذا. طيب وضع الرقبة ايه؟ الرقبة وضعها اخطر الحقيقة، لان فقراتها اصغر، وجوه في الفقرات العنقية الحبل الشوكي. واحنا دايما بنعرف الحبل الشوكي بنقول ان هو ده الكابل الرئيسي اللي شايل الاشارات والاحمال بتاعتنا كلها، اللي جايه من المخ ونازله على الجسم كله، وواخده الاشارات والاستجابات بتاعت الجسم كله مطلعاها للمخ. يعني طريق
سريع رايح جاي جوه الحبل الشوكي بتاع الفقرات العنقية. عشان كده الخبطات في الرقبة تخوف. إصابة الحبل الشوكي ممكن لا قدر الله تعمل شلل رباعي ايدين ورجلين، وناس كتيرة جدا يصابوا، ونقعد بقى ندور على علاج سنين طويلة جدا وتاخد وقت طويل جدا في العلاج بتاعنا. احنا هنا النهاردة بنفتح الكلام بتاعنا بنقول الانزلاق الغضروفي هو اكثر امراض العمود الفقري شيوعا. يبقى كلمة انزلاق غضروفي او الغضروف اللي موجود سواء في الرقبة، فقرات العنقية، او في الفقرات القطنية، او التقاء القطنية مع العجزية، هم اكثر الاماكن شيوعا لاصابات العمود الفقري بالانزلاق الغضروفي. طيب ايه العوامل التي تؤدي الى حدوث الغضروف؟ ليه واحد بيجيله واحد ما بيجيلوش؟ الموضوع مختلف يا جماعة من فرد لفرد. نمرة واحد، في عوامل وراثية، ان في ناس بيبقى عندها استعداد وراثي ان عيلة كاملة تلاقي الام عندها والاب كان عنده غضروف والعم عنده، تلاقي العيلة كلها كاملة عندها هذه المشكلة في العمود الفقري، ضعف في العمود الفقري، الاربطة بتاعة العمود الفقري تبقى ضعيفة، يحصل ليونة في الغضاريف والاربطة بتاعته، مع اي شيلة مع اي وقع مع اي مجهود يبدأ تحصل المضاعفات. في عوامل مساعدة زي زيادة الوزن، زيادة الوزن او الشيل التقيل من العوامل التي تؤدي الى انزلاق غضروف. يعني انا بشبهها لك بالذات، لو عندك عربية، العربية دي مثلا بتحمل 5 افراد، لو حطيت فيها 10 فرد الكاوتش بتاعتها بتضعف الاول، وهي ماسكة نفسها بتفلطح تنام كده على الارض، بعد شوية بتنفجر او تفرقع. هو ده الوضع بالنسبة للعمود الفقري. يعني لو واحد وزنه 70 كيلو وبقى 120 كيلو يبقى زاد بقى 50 كيلو زيادة. ده انا بنشوف ساعات اوزان 170 كيلو 160 كيلو كلام من، ويجي يشتكي بقى او بتيجي تشتكي تقول لك ايه، اصل بس مش عارف ادخل الحمام، وكل مشكلة انا عايز بس ادخل الحمام. طب يا حاجة، طب ما تيجي نفكر شوية، هو دخولنا الحمام ده اتمنع ليه؟ لان العمود الفقري ما عادش قادر. هو دخولنا الحمام هي اضعف حاجة او اقرب مسافة لحضرتك في بيتك انك توصل للحمام. طب اذا كنت مش عارف تعمل ده فبالتالي مش هتقدر لا تنزل ولا تخرج ولا تقضي مصلحة ولا تروح شغل ولا تعمل مناسبة ولا اي حاجة. فهنا خطورة الموضوع. يعني احنا دايما لما بنتكلم في العمود الفقري والانزلاق والظروف بقول لكم زي ما بدأت من البداية، العمود الفقري مشاكله سهلة وتتحل بسهولة، لكن عندما نهمل فيها ونسيبها ونتركها او نمشي في سكة غلط بتؤدي الى مشاكل كبيرة جدا وتبقى معقدة والحلول صعبة جدا. وساعات للأسف الشديد بنوصل لمرحلة الحل بيبقى يعني يكاد يكون شبه مستحيل. يعني في مريض بيبقى جاي لي شايف عنده بدل الفقرة 4 فقرات فيهم غضاريف، وفيهم 3 فقرات مترحلين من مكانهم، والقناة العصبية بقت ضيقة جدا، والوزن 130 و140 كيلو، وفيها شاشة في العظم. طب ده اعمل لك ايه؟ احلها لك ازاي؟ احلها لك ازاي؟ يعني الناس تهيئ لها ان انت مهما كان عندك ورحت للدكتور، الدكتور ده هيغير قطع غيار كده ترجع تمشي وتدخل. الاعجب من كده نلاقي واحد يقول لك انا خدت العلاج وما جابش معايا نتيجه بعد شهر. ما جابش معاك نتيجه؟ هو انت متخيل العلاج ده هيجيب معاك نتيجه بعد شهر ولا بعد 2 ولا بعد 6 شهور؟ ده لسه احنا بنبني اللي حضرتك قاعد بتهدي فيه بقالك سنين. يعني احنا عندنا مشاكل جامده جدا في العمود الفقري وفي الوعي الصحي بتاعنا. دايما بننبه يا جماعه، بنقول نخلي بالنا العمود الفقري والغضروف بتاعنا هو ده اللي بيخلينا نتحرك. طيب لو فقدنا قوة هذا العمود الفقري والغضروف بتاعنا ده، حصل فيه تآكل او فيه انفجار او فيه ضعف او فيه زحزحة في الفقرات ضيعت الغضروف، هنتحرك ازاي؟ تبدأ هنا المأساة وتبدأ المشاكل ونبدأ ندور على الحلول. المريض اللي بيجيله نوع من الهشاشة ونقص الكالسيوم، في ناس اصلا بطبيعتها ما بتشربش اللبن، ما بتاكلش البيض، ما بتحبش اللحمة، عايشين على النباتات وما بياكلوش ما بياخدوش كالسيوم، عندهم مشكلة جامدة جدا ان العظم بتاعهم بيضعف. في ناس بتعتمد في اكلها على النشويات بكثرة، النشويات الرز والمكرونة والبطاطس والدهون والزيوت والحاجات دي كلها، وبناكل الحاجات دي وزننا بيزيد وبيحصل حالة من السمنة، وفي نفس الوقت العظم بتاع بيضعف لان ما بياخدش الرصيد المطلوب من الكالسيوم علشان يبني هذا العظم. العظم بتاعنا عامل زي الخرسانة يا جماعة، الخرسانة اللي هي بتتعمل عشان نبني بيها البيت ده او العمارة، عمود، العمود ده بيبقى فيه حديد وفيه اسمنت وفيه زلط، هو ده مكونات العمود الفقري بتاعنا. العمود الفقري بتاعنا بيتكون من بروتينات، وده بتمثل زي شبكة الحديد كده اللي بتتحط جوه،
ومحتاجين املاح معدنيه زي الكالسيوم زي البوتاسيوم زي المغنيسيوم زي الفوسفات زي الكلور، كل الكلام ده كله بيدخل مكونات العمود الفقري. عامل بالظبط، انا بشبه الكالسيوم والاملاح المعدنيه الاخرى زيها زي الاسمنت. مش هينفع بقى حضرتك تعمل عمود من غير اسمنت، هتحط حديد بس كده ما ينفعش، وما ينفعش تحط اسمنت من غير ما تحط الحديد جواه، هيكسر من اي اقل حمول عليه. اذا علشان يبقى العمود الفقري بتاعنا يبقى عمود سليم وعمود صحي مظبوط، لابد من وجود بروتين قوي جدا، وده بيتمثل فيه سواء البروتين النباتي او البروتين الحيواني. كوبايه اللبن فيها بروتين وفيها كالسيوم، البيض واللحوم فيها بروتين وفيه كالسيوم، الخضروات فيها كالسيوم بنسبه كبيره جدا، اللبن موجود فيه كالسيوم. عندنا الخضروات احنا ساعات هيقال لنا الكالسيوم مش موجود الا في اللبن بس، لا ده احنا بنقول طبق السلطه الخضراء احنا عارفين ان البقدونس ده معبي كالسيوم، عارفين ان الجرجير فيه كالسيوم، عارفين ان البروكلي الاخضر ده معبي كالسيوم، عارفين ان الفاكهه جميعها بكل انواعها زي الكمثرى والتفاح والحاجات دي فيها كالسيوم، يعني فيها حديد وفيها كالسيوم، فيها حاجات كتيره جدا من الاملاح المعدنيه اللي جسمنا بيحتاجها. فلازم نبدا ناخد احتياطاتنا عشان عظمنا يبقى قوي، عمودنا الفقري يبقى ثابت. في معانا اتصال، مين معانا؟ انا ايمان. ايه يا ايمان اتفضلي. من القاهره. اهلا يا ايمان اتفضلي. حضرتك انا تعبانه قوي، ظهري وجعني وعندي خشونه. ايوه 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 يا ايمان، ظهرك بيوجعك يا ايمان؟ ايوه. بيسمع الوجع في رجلك ولا حاجه؟ انا رجلي توجعني بس بحاول امشي عليها. يعني بتوجعك رجلك برضه. وزنك اخباره ايه يا ايمان؟ انا ممتلئه شويه. ممتلئه شويه. طيب عندك كم سنه يا ايمان؟ عندي 41. 41 سنه. عملت اشعه رنين لضهرك ولا حاجه؟ اه عملتها. طلع فيها ايه يا ايمان؟ انا العمود الفقري عندي مقوس وعندي خشونه في الفقره الثالثه والرابعه. يعني في تقوس في العمود الفقري. أيوة. وفي خشونه. اه. طيب الكلام ده عاملاه بقاله قد ايه يا ايمان؟ انا بقالي عامله سنه. من سنه. وبتاخد علاج بقالك سنه؟ انا لا ما بخش علاج. كنت باخد علاج وبعدين وقفته يعني. طيب نزلت وزنك ولا ما نزلتيش يا ايمان؟ لا بحاول انزله. لكن ما بينزلش. لا. وبنام على مرتبه سوست. بتنامي على مرتبه سوست. ماشي يا ايمان اوكي. هنجاوبك يا استاذ ايمان. ايمان بتشتكي ان عندها في تقوس وانحناء في العمود الفقري، وعندها خشونه في الفقرات ووزنها زياده وعندها 41 سنه. طيب الموضوع يعني دايما العواج بتاع العمود الفقري يا جماعه، دايما انا لما بتكلم فيه بقول نخلي بالنا، العواج ده نوعين. في نوع بيبقى نوع خلقي وراثي، يعني الواحد مولود بيه وبيفضل بيه العمر كله ما عندناش فيه مشكله، وبيبقى ثابت بنسميه النوع الثابت اللي هو ما بيحتاجش تدخلات جراحيه ولا حاجه، وده بيبان دايما في السن بتاع الشباب، يعني في سن من 12 لحتى 18 سنه نبدا نكتشفه. البنات يبدا يبان عليهم على سن 14 15 سنه، بنلاقي كتف اعلى من كتف، ظهر معوج، سنه كلام من ده. الكلام ده كله لو بيبقى ثابت ما فيش منه مشكله، شويه تمارين وعلاج طبيعي وتقويه للظهر، وساعات بنلبس حزام الظهر بيفرد بعد كده بنبقى كويسين جدا. في بعض الاحيان بقى النوع الثاني، وده النوع اللي انا يعني الحقيقه دايما بستريس عليه وبركز عليه، بقول لك الانحناء الحديث اللي هو اللي جالك بقاله فتره صغيره سنه سنتين ثلاثه، ما هوش كان معاك من زمان وانت صغير. دايما الانحناء ده بيجي نتيجه لايه؟ ان في حصل لخبطه في البالانس والتوازن بتاع الفقره، بدا العمود الفقري يعوج نفسه. لما يبقى العمود الفقري بيعوج نفسه ليه؟ كل فقره عندي لها عصبين، واحد خارج شمال واحد خارج يمين، في كل فقره عندي. لو عندي غضروف بدا يظهر على الجنب اليمين يبدا الجسم يميل على الجنب الشمال، ليه؟ انا لما بميل كده الفقره بتبعد عن اختها، فيبدا العصب اللي جنب منه الغضروف ده يوسع، المسافه بتاعته يوسع. مع مر الايام وطول الوقت والسنين تبدا تظهر حكايه الانحناء اللي بقى موجود في العمود الفقري ومستمر في العمود الفقري. فدايما الانحناء اللي بنتكلم عليه بنقول اصل فيه خشونه معانا، هو عاده مش بتبقى خشونه يا ايمان، عاده ده بيبقى انزلاق غضروفي، والغضروف دايما لما بيزيد وبيكبر هو بيؤدي الى هذه المشكله. احنا بننصح دايما ان احنا لازم ننزل وزننا، والوزن بتاعنا لما بينزل اكيد هيفرق معانا كتير. يعني الاستاذه ايمان هي بتقول لك وزنها زياده شويتين، شويتين دول احنا عارفين يعني ممكن يبقوا 20 كيلو 30 كيلو وازيد من كده بنلاقي. فلازم نمرة واحد نعمل انقاص للوزن. نمرة اتنين لازم امشي مع دكتور متخصص في العلاج بتاع العمود الفقري،
عشان ابقى عارف ان انا عندي خشونه. اصل الخشونه قضيتها سهله، لو عملنا شويه جلسات واخدنا علاج شهرين الخشونه ممكن تختفي، بس اذا كانت الاسباب بتاعت الخشونه موجوده، وزن زياده ومجهود زياده وحد بيبقى قصير بيبقى مدكوك في بعضه كده العمود الفقري، ده اللي بيخلينا دايما نخلي بالنا بقى. لو الموضوع مش خشونه يبقى ايه؟ ممكن يبقى انزلاق غضروفي، ممكن يبقى انزلاق فقاري، ممكن يبقى ضيق في القناه العصبيه، اشياء كتيره من هذا القبيل تؤدي الى مشاكل والحقيقه لازم نحلها. اشعه الرنين المغناطيسي هي من الاشعات المطلوبه جدا وهي اساسيه في حل المشاكل بتاعتنا. الرنين المغناطيسي يا جماعه بيبين لي مشكله العصب ومشكله الغضروف ومشكله القناه العصبيه اذا كانت واسعه ولا ضيقه، بيبين لي كمان نوع العلاج بتاعي اللي انا هاقدم عليه او داخل فيه، هل ده يجي بالعلاج الدوائي ولا محتاج تدخل جراحي. في معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا سيد، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا سيدي. والله يا دكتور انا كل لما بمشي مسافه قصيره بلاقي يعني سمانه رجلي شدت ما بقدرش اكمل مشي، فبقعد كتير في الطريق يعني. عندك كم سنه سيد؟ عندي 42. 42 سنه. بتشتغل ايه؟ بشتغل يعني ارزاق. يعني ماشي كتير يعني في حركه كتير ولا؟ طيب وزنك اخباره ايه؟ لا الوزن يعني زياده شويه يعني شويه حاجه قد ايه يعني. 90 كيلو؟ تسعين كيلو. طيب عملت اشعه رنين على ظهرك يا ابو سيد؟ والله يا دكتور انا ما عملتش، بس يعني انا ما اعرفش ان كنتش اعرف الموضوع له دعوه بالظهر يعني. لا هو له دعوه بالظهر، وده بيبقى اللي بيقلل المسافات بتاعه المشي بتاعتنا، ولو مشينا مشوار رجلينا تبدا تتقل وتنمل وتغدل. في ناس بتوصل بعامل مرحله ان بيحس ان هو رجليه بقت عامله زي كيس الرمل بيجرجر فيها وبيشدها من الالم والتقل بتاعها. فعلا يا دكتور والله بقعد كتير يعني كل 20 30 متر بقعد. في ناس بتبقى ماشيه عايز يبقى معاه كرسي يعني يمشي 20 متر وغصب عنه غصب عنه لازم يقعد عشان رجليه تفك شويه، وبعد كده يقوم يكمل شويه 10 متر وهكذا. ده بيبقى معناها ايه؟ معناها ان انا في عندي ضغط على العصب وعلى الحبل الشوكي، ودايما ده بيجي نتيجه لضيق في القناه العصبيه. يعني في ناس ودي بتبقى في الرجاله اكتر من السيدات الحقيقه، الرجاله دايما بيجي لهم الضيق ده هو النتيجه للمجهود والحركه او وزن زياده او شيل تقيل. فبنعمل له ايه؟ لازم نعمل اشعه اسمها رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه، القطنيه والعجزيه نعمل عليها رنين مغناطيسي، هيبين بقى. لان في حالات كتيره جدا تيجي بالعلاج، واحنا زي ما كنا بنتكلم قبل ما نبدا الاتصال بتاع الاستاذ سيد بنقول ان في حالات لما بنعمل رنين مغناطيسي هيبين لي انا اجي بالعلاج ولا محتاج عمليه. لان احنا عندنا لبس كبير جدا، الناس بتبقى تهيئ لها ايه؟ انا لو رحت للدكتور مبدئيا انا مش عايز اروح للدكتور، ولو رحت له يبقى عايز روشته واحده واخف. طيب ولو روشته واحده وما خفتش يعني بكتير روشته تانية، او ابدا ادور جاري كان بياخد ايه، او الشيخ فلان اللي بيعمل العصايه، او ابو حدايه، اي كلام بقى وندخل في متاهه. ثم طيب لو الدكتور طلب مننا اشعه، لا اصل الاشعه دي ايه ده هيقول لي عمليه. لا الدكتور مش بيطلب الاشعه عشان يقول عمليه، بيقول عشان التشخيص. طيب لو الدكتور طلب الاشعه وقال لك حضرتك عمليه، اذا انت اصلا ما عندكش حل تاني غير ان احنا ندخل في موال العمليه او نفكر فيه. فدايما الحلول بتاعتنا لازم ندور على ايه المتاح قبل ما الموضوع يتعقد. يعني دايما احنا عارفين ومن خبراتنا في الحياه اي مشكله تتساب لفتره بتكبر ما بتقلش، عمرها ما بتقل، الزمن ما بينسيش المشاكل ده بيكبرها. فعايزين نحل مشكلتنا، نبدا من بدري ندور. طيب الدكتور قال لي انا محتاج ان انا اعمل عمليه، طب اسال بقى عمليه ايه يا دكتور؟ وهنعملها ازاي؟ وهقعد في المستشفى قد ايه؟ هتكلفني قد ايه؟ هخرج اشتغل بعد قد ايه؟ هحتاج علاج طبيعي ولا لا؟ ده الكلام اللي احنا ندخل فيه نتائجها إيه، لو عملتها هستفيد ايه؟ لو ما عملتهاش من حقك انك تسال الدكتور بتاعك بدل السؤال 100 سؤال. يعني انا في ناس يقعد يسال معايا 10 دقائق اسئله ولو لو لو لو، بس اسئله مهمه. غير لما واحد يقول اصلهم بيقولوا ان اللي بيعمل العمليه بيتشل. مع السلامه بقى، ما هو اصل انت مش جاي علشان تحل مشكلتك، ده انت جاي عشان تقول لي راي الاخرين اللي انت جاي مقتنع بيه، انت مش جاي عشان انا اساعدك. فبالتالي بيبقى الاجابه عندي حاجه واحده. طيب لما تبقى مقتنع ابقى تعالى نقدر نساعد حضرتك. في معانا اتصال. استاذه ايه؟
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا دكتور أكبر. محمد هلا أهلا بك. أنا جوزي عمل عملية عند حضرتك من شهر وأنا طالبة أشكرك، عمل تثبيت فقرات في الرابعة والخامسة. ربنا يخليك يا مدام. بس عايز. الحمد لله أنا بشكرك كتير والله يا دكتور. وأخباره إيه دلوقتي؟ الحمد لله والله ظهره تمام، بس هو كان معانا عند حضرتك امبارح بس حضرتك ما كنتش في العيادة وبقى على سفر 10 أيام وإحنا بنتصل بيك عشان نسألك. لا يتشرفون. يأجل ولا يسافر ولا يعمل إيه حضرتك؟ لا يتشرفون إن شاء الله يبقى يجي لي، أنا موجود في العيادة بس معلش امبارح كان عندي ظروف بس خارجيه كده هي اللي غصبتني ما رحتش العياده واعتذرنا للناس. ربنا يخليك يا دكتور. في شويه بس الم في الرجل اليسرى وشد فيها بس. احنا عاملين العمليه بقالنا قد ايه؟ شهر يا دكتور. بقاله شهر دلوقتي. 13/8. طيب. خلاص يبقى يعدي عليا علشان احنا بنحتاج ساعات بس. هو احسن من الاول كتير يا دكتور، ويعني بقى طبيعي وظهره طبيعي الحمد لله. بشكرك كتير والله يا دكتور. ربنا يبارك لك يا ايه، ميرسي جدا على اتصالك. الله يخليك والله يا دكتور. متشكرين جدا يا استاذه ايه، ربنا يخليك. ومنتظرين يشرفنا في العياده. والله يا جماعه احنا بنبقى سعداء جدا لما بيجي لنا اتصال زي كده الحقيقه يعني، وصدقوني والله اللي احنا طلبنا منها انها تكلمنا ولا اي حاجه يعني. في ناس بتبقى محترمه جدا بيبقى عندها نوع من العرفان، هو مش جميل ولا حاجه، ده واجب علينا ان احنا نعمله، بس هو التقدير. انت عارف لما تقول لبني ادم عمل لك خدمه شكرا بتفرق معاه كتير جدا يعني، حتى بيبقى متقبل نكمل المشوار، لان مشوارنا في العمود الفقري ما هوش يوم ما هوش ساعه. وزي ما انا بقول دايما العمود الفقري يا جماعه مشاكله بتغير حياه البني ادمين يعني. في ناس واحد يبقى عنده انزلاق غضروفي يبقى قاعد حياته جحيم وحياه اللي بيته جحيم، وهو بيتعذب واللي حواليه بيتعذب وما عادش عارف يشتغل. واحنا شايفين الدنيا بقت عامله ازاي، شايفين الدنيا بقت عامله ازاي، لازم نشتغل ولازم ننزل شغلنا. الادهم من كده لما بيجي، ودايما انا عايز اقول لكم جمله بسيطه جدا انا مقتنع بيها قوي يعني في ناس الحقيقه يعني سبحان الله يعني ما بعرفش لما بقولها ده موقفنا الشرعي فيها ايه، بس يعني زي ما بنقول الغلبان ساعات ما بيشبعش غلب يعني. ساعات بيجي واحد هو اصلا الحياه عطيانه ظهرها وبيشتغل شقه شغله مهبده وشيل وحط، وفي الاخر كمان يجي غضروف يمنعه ان هو يقوم يكمل شغله. يا سبحان الله بتبقى حاله صعبه جدا، ويبدا يا عيني يصرف اللي وراه واللي قدامه ويمشي بقى، وفي الاخر هو خايف يدخل الطريق بتاع ايه، اصل انا محتاج عمليه. مع عملية ده نسبة النجاح، ده اللي بيعمل عملية ما بيمشيش على رجله تاني. كلام غلط، كلام غلط. واحنا هنكمل مع بعض بعد هذا الاتصال. مين معانا؟ الو الو، السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا، انا استاذ احمد، اتفضل. دلوقتي يا دكتور انا عامل 3 عمليات غضروف في ظهري. ايوه. هقرا لحضرتك التقارير. العملية الاولانية سنة 2005، العملية جراحة ميكروسكوبية لاستئصال غضروف بين الفقرتين الخامسة قطنية والاولى عجزية، وتم تسليك مخارج الاعصاب على الجانب الايمن. تمام. العملية الثانية 2009. حيث اجريت له عملية جراحية لاستئصال انزلاق غضروفي قطني مرتجع، دي العملية الثانية. بين الثانية بقى والثالثة 7 شهور ونفس الكلام. غضروفي قطني عجزي بين الفقرتين الخامسة قطنية والأولى عجزية. يعني كل ده احنا قاعدين ماسكين الغضروف ده وشغالين عليه مرة في 2005 و2009 و2010؟ تمام. طيب يعني ما عملكش تثبيت فقرات ولا حاجه؟ لا يا دكتور ما عمليش. طيب احكي لك اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا دول بعد العمليه الثالثه. العمود الفقري كان متني. وانا نايم العمود الفقري بفضل الله عز وجل اتعدل، عملت اشعه رنين لقيته اتعدل فعلا. تمام. الشتاء اللي فات دوت جاتني انفلونزا شديده، 17 كان في فقره عندي متحركه، اتعدلت الفقره المتحركه ديت. عملت برضك اشعه ثانيه اللي هي العاديه ديت، بانت الفقره اتعدلت الحمد لله رب العالمين. تمام. فدلوقتي اصبح العمود الفقري ما فيهوش ماده غضروفيه خالص. انا رحت لبعض الدكاتره بيقولوا لي اعمل عمليه تثبيت اللي هي التثبيت. فراي حضرتك ايه؟ سن حضرتك كام سنه؟ 42. لسه صغير. شغلك ايه طبيعته؟ انا شغلتي اعمال حره. يعني في حركه فيه؟ اقول تحديدا يعني في ركوب؟ لا انا مش شرط يعني، بس مجهود يعني وحركه وركوب عربيات وكده. لا 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 مفيش. بس في حاجه مهمه يا دكتور، انا هنا في اسكندريه بتمرن على البحر في الاسبوع 3 مرات، ماشي سريع حوالي 8 كيلو. تمام. لما بمشي بحس براحه جامده جدا. دي حاجه. لكن لما باجي اصحى بقى من النوم الصبح من بعد العمليه الثالثه ما بقدرش اقوم، بقعد ساعه سريع عشان خاطر اقوم، مش قادر اقوم ابدا. تمام تمام. الحلول ايه والعلاجات مش نافعه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا الموضوع كده، احنا دايما لما بنسمع القصه بهذا الشكل، وكتير جدا من القصص بتجي لنا بهذا الشكل، بيبقى هنا في عندنا مشكله من البدايه، من اول يوم حصلت. اللي هو ايه؟ يعني احنا دايما بنقول لما بنلاقي انزلاق غضروفي، وده كلام النهارده العلمي الحديث جدا
هو مش من النهارده، هو بقالنا اكتر من 10 سنين من 2000 والكلام ده كانت قواعد ثابته جدا في جراحات العمود الفقري. بنقول دايما لما بنلاقي حجم الغضروف كبير والغضروف منفجر واللي بنعمل اشعاعات بنسميها اشعاعات ديناميكيه. الاشعه الديناميكيه ان انا بقى اشعه عاديه من الجنب كده مره وانا موطي لقدام منحني ومره وانا فارد ظهري، لو لقينا في نسبه حركه ما بين الفقره واختها، الكلام ده قبل العمليه، لقينا نسبه حركه موجوده اكتر من 3 ملي يبقى لابد من تثبيت الفقرات. شو بقى؟ لان قالوا دلوقتي اكبر سبب للانزلاق الغضروفي هو الانزلاق الفقري او الزحزحه الفقريه. ادي اول جمله. طيب شو بقى الجمله اللي بتتبروز بقى في برواز كبير جدا؟ اكبر سبب والسبب الاول لارتجاع الغضروف الزحزحه الفقريه. يعني انا عملت غضروف، في عمليات غضروف بنعملها من غير تثبيت، ليه؟ بس بنتاكد الاول ان العمود الفقري قوي. وحتى الاشعه، يعني حضرتك قلت جمله، قلت انا عملت الاشعه وكانت فقره منقوله ورجعت، ما فيش فقره بترجع لوحدها، عشان نبقى عارفين بس هذه المعلومه. لان الفقره اللي اتحركت دي لان كان في كسر، والكسر ده عمره ما بيلحم طالما عدى عليه اول اسبوعين بيحصل نسيج ما بين الفقرات وبعضها. هي ممكن لو انا بعمل اشعه وانا نايم كده الفقره بترجع لاصلها، لكن مجرد ما ابدا اوطي واتحرك الفقره بتتحرك معايا تاني. فبالتالي الجمله كالاتي: اول عمليه عملناها، داخلين نعمل العمليه التانيه، يبقى دايما القاعده تطبق، انزلاق فقري مرتجع في نفس الفقره يبقى لازم اعمل تثبيت، ده قانون. طيب تاني مره دخلنا لنفس الفقره ونفس الغضروف الرزل ده وقاعدين نشيل فيه، شلناه مره تانيه، خلاص بقى خلص الموضوع. طالما ان انا متاكد ان القضيه هي غضروف، يمكن كان في بقايا غضروف ما اتشالتش في العمليه الاولانيه او حصلت سقاط او حاجه من هذا القبيل. طيب ارجع تاني للمره الثالثه ليه ولسه النهارده بشتكي؟ المره الثالثه معناها ان فعلا الموضوع تحقق، وانت حضرتك قلت ان في فقره كانت سايبه، كونها انها رجعت ما رجعتش دي مش هنناقشها دلوقتي. فقره سايبه معناها ان كان المفروض العمود الفقري اتعمل له تثبيت. طيب انا النهارده عندي الالام الصبحيه، مجرد ما ببدا اتحرك والامور بتمشي معايا ببدا الامور بتبقى مستريحه، وخاصه لو انا باخد شويه علاج او مسكنات ولا حاجه. لا انا بنصح حضرتك بحاجه، لو الالم مستمر معانا وبيعطلك في حياتك، لا نعمل، لما نعمل بقى العمليه هتبقى طبعا الرابعه، وده كتير جدا في العمود الفقري الحقيقه، للمره الرابعه يبقى لازم نعمل معاها حاجه اسمها دعامات وتثبيت الفقرات. ده القرار، وما تقعدش بقى ايه تتعذب نفسك لان سنك صغير 41 سنه، يعني 41 سنه لسه قدامنا، ربنا يديك العمر وفي مجهود وحركه واعمال حره وبتشتغل وبتروح وبتيجي. اذا المشكله ما اتحلتش، عشان نحلها لازم رجع الامور لاصلها. الخطوه الاولى اللي كانت مفروض تتاخد من سنه 2005 كانت مفروض تتعامل هذه القضيه. للاسف ان في عندنا بعض الزملاء وبعض اساتذتنا، الحقيقه اساتذتنا العظماء في هذا المجال في جراحات العمود الفقري وجراحه المخ والاعصاب، ما كانوش بيؤمنوا قوي بقصة تثبيت الفقرات. يعني الحقيقة كانت عندهم الموضوع ده مشكلة. المشكلة كانت جاية من حتتين. الحتة الأولى إنها تقنيا صعبة، يعني هو ما تعلمهاش فما بيعملهاش. فلو كان بيجي يثبت كان دايما يجيب معاه دكتور عظم عشان يثبت، وندخل في ديلمة كبيرة جدا، لأن أنت عارف لما يبقوا اتنين تخصصين مختلفين ويدخلوا في نفس الحتة بتبقى فيه كومبيتيشن وفي تنافس، ولو حصلت غلطة ما بنعرفش جاية من مين. الحاجة التانية ان برضو هي تكلفة اضافية، ففي واحد يقول لك المريض بدل ما يدفع مثلا 10 قروش هيبقوا 15، طب ليه؟ ها؟ طب ما نعملها كده وبنحط عظم الطريقة القديمة اللي هي كان حاجة اسمها جيلز بروسيجر. جيلز ده كان راجل عالم، ما كانش ايامها لسه اخترعوا المسامير والتيتانيوم في العمود الفقري والكلام ده كله. حاضر، في معانا اتصال، ف معانا اتصال وهنكمل الحدوتة بتاعتنا دي. مين معانا؟ ندى مع حضرتك. اهلا يا ندى، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا دايما بشتكي من رجلي بتوجعني جدا، وباجي خصوصا بالليل، يعني ما باجي انام بتبقى شده جدا عليا. انه رجل فيهم يا ندى، شمال ولا يمين؟ لا الشمال. الشمال. عندك كام سنه يا ندى؟ 23. بتشتغلي؟ بشتغل. في مجهود بتعمليه يا ندى؟ هو مجهود بس مش مجهود كبير، يعني هو العادي. انسه ولا متزوجه؟ لا متزوجه. طب حصل حمل؟ لا لسه ما حصلش حمل. طيب الوجع ده بيبدا يمسك من الفخذ كده وبينزل في الرجل يا ندى؟ يا دكتور. طب بيبقى معاه ساعات تنميل او خدلان ولا حاجه؟ لا بس لما باجي امشي بحس بالم جامد بس. طيب لو بدانا نمشي مثلا 100 متر او 200 متر تبدا تحس بالالم؟ بطلع الدور الثالث او الثاني رجلي بتوجعني، يعني مسافه قليله او حاجه بسيطه، اي حاجه مجهود بسيط بعمله بحس بالم في رجلي. كنت شلت حاجه تقيله يا ندى او ظهرك طق منك ولا حاجه ماما؟ ما
مش فاكره بقى الحوار ده ان انا يعني مركزتش، ممكن يكون مركزتش لان انا كنت انت منين يا ندى؟ بشتغل كتير. انت منين؟ نعم انت منين؟ من الجيزه. اهلا بيك يا ندى. طيب بص يا استاذه ندى، انت مطلوب من حضرتك تعملي حاجتين، اعملي اشعه عاديه على الفقرات القطنيه والعجزيه، واعملي معاهم اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه والعجزيه. الاشعه رنين مغناطيسي هتبين، احنا لسه صغيرين، احنا عايزين نحل الموضوع. دايما احنا لما بنلاقي العصب بدا يسمع على ناحيه واحده الشمال اكتر وبعد كده اول يمين، الحقيقه ده دايما معناها ان انا في عندي حاجه لمسه العصب. ممكن تبقى بدايه خشونه، ممكن يبقى بدايه غضروف، ممكن يبقى غضروف حقيقي، ممكن يبقى فيه فقره، ممكن يبقى فيه اربطه ضغط على العصب، ايا كان الموضوع فهو علاجه سهل ان شاء الله وبسيط يا ندى. وطبعا انت في الجيزه جنبنا، يعني احنا العياده في ميدان الجيزه فوق عمر افندي على طول اللي في الميدان، فممكن ان شاء الله يا ندى اعملي الاشعاعات دي وتشرفينا، هنقدر نساعدك جدا. لان طبعا يا ندى ان شاء الله ربنا يديك كده لما يحصل حمل، ومع الحمل بيبقى الالام بتاعه العمود الفقري الحقيقه بتبقى صعبه جدا، واحنا ناس كتيره جدا بيجوا لنا اثناء الحمل او ما قبل الولاده بيبقى الموضوع خلاص وصل لمرحله يعني بنسميها زي العجز الكامل، ما فيش حد بيعرف يتحرك، لكن من بدري لنا طرق علاجيه قبل ان يحدث الحمل ونقدر نعالج ان شاء الله والدنيا تبقى زي الفل. اكمل لكم القصه بتاعت حكايه التطور بقى بتاع المسامير اللي في الظهر وتثبيت الفقرات. فكان زمان الراجل ده في الخمسينات، يعني في اوائل الخمسينات من اكتر من 70 سنه فاتوا، الراجل ده ما كانش لسه تم اختراع ازاي ندخل بمسمار جوه في العمود، كان كل ما يحاولوا الجسم يرفض المسمار او المسمار يعور العصب او المسمار يتكسر، فكان موضوع صعب جدا. فقال لك اذا كان العمود الفقري ده عظم والعظم بيلحم في 4 اسابيع، فكنا ناخد عظم من الحوض نفسه او من عظمه الفخذ، ياخد شرائح زي الشيبس كده ونبدا نحطها جنب العمود الفقري. فكان في نسبه من الناس، بس كان شرطه ايه بقى؟ انك تتحط في جبس، يقوم عامل جبس قميص جبس كده من هنا من عند الصدر كده من تحت الرقبه كده ب10 سنتي وينزل بيه عامل زي البنطلون او الشورت لحد تحت الفخذ على فوق الركبه ب10 سنتي. تخيل الواحد بقى محطوط في ايه؟ في قالب من الجبس كده وما يتحركش. خلاص؟ ده كان بيضمن ان عدم الحركه، عدم الحركه تخلي العظم يلم. كانت طريقه ناجحه جدا، بس لقوا ان الناس اللي بيدخل جوه الجبس ده ما هو عايز يعمل حمام، عايز يدخل يقعد ياكل لقمه، لا ده كان بيبقى كده ويتعمل له الجبس فتحات كده علشان الاخراج وبتاع، كانت عمليه معذبه جدا. وكتير جدا منهم كان يطلع في الاخر عنده قرح فراش او جرح بيتلوث او حدوته من ايه؟ لان الدنيا مكتومه. خلاص؟ فتطور الموضوع الى بقينا بنستخدم حاجه كان اسمها سلوكو لوكي، اللوكي ده عباره عن حديده كده مربعه، ها؟ عامله زي الاطار بتاع الشباك كده بس مربع، احطه حوالين الفقرات واربط بالسلك من تحت العظم وده، وكان في اساتذه كتير جدا عندنا بيستخدموه في عمليات تقويم العمود الفقري، ولما تشوفوا الاشعاعات بتاعته بتبقى منظرها صعب جدا. تلاقي العمود الفقري عباره عن في حدتين في الجنب كده، هو عباره عن زي مستطيل، ها؟ ريكتانجل كده بهذا الشكل ومربط بقى بسلوك، تلاقي حتى لدرجه ان السلوك ساعات كانت بتتقطم وساعات بتخرج من الجلد وساعات كانت تضرب في العصب، كانت مشكله. تطور الموضوع الى موضوع الشرايح والمسامير الستانلس ستيل. طيب هنكمل معانا اتصال. ايوه السلام عليكم. اهلا يا منى. اهلا بحضرتك. اتفضلي. الحمد لله دكتور، الحمد لله. اتفضلي. بعد اذن حضرتك، انا ظهري يعني وجعني جدا اللي هو في العمود الفقري اعتقد يعني. وركبت لزقه، بس هو المشكله ان هو وانا نايمه بالليل بيوجعني جدا، وانا نازله من على السرير رجلي بتوجعني. فانا بصراحه ركبت عندي كم سنه يا منى؟ عندي كم سنه؟ 39. 39 سنه. وزنك اخباره ايه؟ لا يعني انا كويسه 75. وزنك كويس. انت عندك اولاد؟ عندي 4. طيب حاليا في حمل او رضاعه ولا حاجه؟ ايه؟ حمل او رضاعه حاليا ولا حاجه؟ لا 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 ما فيش اي حاجه. طيب تمام. الوجع بيبقى في ظهرك بيسمع في اطرافك في رجليك ولا حاجه يا منى؟ فعلا. بيبقى معاه تنميل او خدلان؟ انا ما بقدرش احط رجلي في الارض. طيب بيبقى معاه تنميل او خدلان؟ لا تنميل لا. طيب بص يا منى، عملت اشعه رنين لظهرك؟ لا ما عملتش اي حاجه. اعملي اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه والعجزيه وتشرفينا ان شاء الله في اي وقت. انت منين يا منى؟ من شبرا. اهلا بيك يا منى. اهلا. تشرفينا، جيبي لنا بس الاشعاعات دي عشان نحل الموضوع صح يا منى، لانك زي ما انت سامعانا بنتكلم بنقول ان مشاكل العمود الفقري بقت في كل الاعمار، في اطفال في 9 سنين في 12 سنه لحد 70 75 سنه بنشتكي من عمودنا الفقري. ودايما الستات الحقيقه مظلومين جدا، يعني انا بقول دايما ست البيت طول النهار تصحى من الصبح بتشتغل وشغل البيت ده مش شويه، يعني في ناس
بتستهون جدا بقصة ان واحدة بتشتغل في البيت. يعني دايما السؤال اللي بيتسأل، انت حضرتك بتشتغلي ولا قاعدة في البيت؟ لا ده انا بشتغل يعني موظفة. لا ما شو ما قاعدة البيت ده شغل اكتر من موظفة الحقيقة، وخاصة لما تبقى بقى موظفة بتشتغل في البيت كارثة. شغل كتير جدا بيعمل ارهاق لعمود الفقري. اعملي اشعة يا منى رنين مغناطيس على الفقرات القطنية والعجزية، ونبدأ ان ايه نظبط نفسنا في العلاج. ونعرف جملة سهلة قوي، بنقول 80% الى 90% من مشاكل العمود الفقري تحل علاجيا. علاجيا يعني دوائيا بالدواء، يعني شوية برشام شوية ادوية مع دهانات مع كم ابرة كده على الماشي، تلاقي الدنيا فكت معانا والعمود الفقري اتحسن. طب عندنا نسبة من 10 الى 20% ده اللي بيحتاج تدخل جراحي. هنقول امتى نعمل عملية بعد شوية هنتكلم فيها، وهنقول امتى العلاج بتاعنا هيجيب معنا نتيجة. فخلاص يا استاذة منى اعملي لنا اشعة الرنين وتشرفينا في اي وقت. موجودين دايما، بنبقى عندك التليفونات بتاعتنا في عيادة الجيزة او في الفيوم موجودين، وان شاء الله بنقدر نساعد بامر الله تعالى كل حبايبنا اللي محتاجين ان احنا نساعدهم. تطور موضوع تثبيت العمود الفقري الى حكاية الشرايح، والشرايح دي مرت بمراحل كتيرة جدا، الى ان وصلنا النهاردة الى في حاجة حديثة جدا بنسميها الغضاريف البديلة. يعني انا بشيل غضروف بركب غضروف، يمكن في حاجات اسعارها غالية جدا مبالغ فيها شوية، وديت مع الوقت هترخص. الغضاريف العنقية رخصت، يعني كنا لان احنا استخدمناها كتير جدا فبدأت ترخص. يعني كان زمان الغضروف العنقي يتعامل ازاي، ان احنا ناخد عظمة من الفخذ من هنا، واكيد لو حد بيسمعنا او له قريب عمل عملية في الرقبة هتلاقي دايما جرح في الجنب اليمين كده، متاخد عظمة من الحوض وحطناها في الرقبة، ودي كانت عشان تلحم ونركب شرايح، وهوريكم بعض الصور القديمة بتاعه الحاجات دي. دلوقتي لا، دلوقتي بينا بنشيل الغضروف بنركب بداله بديل غضروفي او غضروف زي الغضروف اللي اتشال بالظبط. الكلام ده بدأ يبقى في الفقرات القطنية، بس يمكن في القطنية لسه اغلى شوية فبنستخدم حاجات تانية. طيب ايه تاني بيتعمل؟ قال لك بقى في حاجة بنسميها الجهاز الحركي. يعني انا النهاردة بدل ما ثبت بفقرات بشريحة، الشريحة حلوة هتثبت ظهري بس بتمنع الانحناء، ما اقدرش اوطي بيها، ولو خط مطب في عربية جامد لا قدر الله او اتزحلقت وقعت ممكن الشريحة تتكسر وممكن المسمار يتقطم.